حسين يا غريب. السيدة زينب لا يكون لها مثيل، حتى أنت تأتي وتقول والله السيدة فلانة هي زينب العصر، لا، هذا الكلام غلط وبعد عن الحقيقة. ما عندنا زينب العصر احنا، ولا عندنا حسين العصر، عندنا الحسين وزينب. زينب في احد يوصل لزينب؟ زينب معصومة بالعصمة الصغرى، انت عندك وحدة مثل زينب؟ زينب دارسة عند امها فاطمة، هذه زينب اللي تقول عنها زينب العصر كانت تدرس عند الزهراء. زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالكوفة، بالكوفة يقبل ويرى مجلس عظيم، أكثر من 10,000 امرأة في المجلس، وزينب تدرسهم القرآن. الإمام مر سمعها تدرسهم سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، صار يبكي الإمام. أمير المؤمنين سمع السيدة زينب تدرس هؤلاء الفتيات النسوة كاف، فتقول لها أيتها الفتاة كاف كربلاء، الهاء هلاك العترة مقتل الحسين، الهاء لها علاقة بسبي، أنا سأكون سبية وأسيرة ومربطة بالحبال. تتحدث زينب، تتحدث قبل وقوع الحادثة، قبل سنة 40، قبل كربلاء بأكثر من 20 سنة، وتقول لهن يا هذه يا يزيد بن معاوية قاتل الحسين. هذه رموز إشارات، الله ما يذكر فرعون بالقرآن، ما يذكر القتلة في القرآن. بعدين العين عطش الحسين، الصاد صبر الحسين، عجبت من صبرك ملائكة السماوات والأرض. الحسين هو القرآن الناطق حبيبي، أنت تستكثر كافها يا عين صاد بالحسين وكربلاء، الحسين هو القرآن.